بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان بركة المرأة التي أسلمت، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء، وفي هذه القصة من الفوائد العديدة والأحكام الكثيرة، ما تقر به عين المؤمن وما ينتفع به طالب العلم وما يكون فيه فائدة في حياة الإنسان المسلم. وفيها بيان بعض ما يحتاج إليه الناس في أمور العبادات. وهذه القصة رواها أبو رجاء عن عمران رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا، ومعنى أسرينا أي سرنا في الليل، حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة، أي نمنا نومة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. وكان أول من استيقظ فلان، وفي رواية أبو بكر، ثم فلان يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف الراوي عن أبي رجاء، ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه، لأن منام الأنبياء وحي، منام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فخاف الصحابة أن يوقظوه فينقطع الوحي، ربما يكون يرى وحيا، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته، فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، يعني فاتت الصلاة، صلاة الفجر، على الجيش بأكمله، ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا، أي أنه رضي الله عنه كان ظاهر الجلادة وهي القوة والصلابة، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير، أي لا ضرر، لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا فارتحلوا، ارتحلوا فارتحلوا، فسار غير بعيد. ثم نزل بعد مسافة فدعا بالوضوء، وهو الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ ونودي بالصلاة، الأذان، ونودي بالصلاة، فصلى بالناس صلاة الفجر بعد طلوع الشمس. فلما انفتل من صلاته إذا برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قيل هو خلاد بن رافع رضي الله عنه،
قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد، يعني إلزم الصعيد وتيمم به، والصعيد هو التراب أو سطح الأرض مطلقا، فإنه يكفيك. ثم صلى، ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه، وهو ما يركب من كل دابة. فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء، نسيه عوف أيضا الراوي عن أبي رجاء، ودعا عليا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليا فقال: اذهبا فابتغيا الماء. فانطلقا ابتغيا الماء، اطلب الماء. فانطلقا فتلقيا امرأة سادلة رجليها بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها. ذهب يبحثان عن الماء فوجد امرأة راكبة قد أسدلت رجليها وبينهما مزادتين، والمزادة هي القربة الكبيرة، سميت مزادة لأنه يزاد فيها جلد آخر من غيرها، وتسمى أيضا سطيحة، فهي القربة الكبيرة، على بعير لها. فقال لها: أين الماء؟ أين موضع الماء من عين أو غيره أو بئر؟ أين الماء؟ أين الماء؟ فقالت: إنه لا ماء، لا يوجد ماء في المنطقة القريبة. قلنا: كم بين أهلك والماء؟ كم بين أهلك والماء؟ بس كم بين أهلك والماء؟ قالت: عهدي بالماء أمسي هذه الساعة. تقول المرأة: تركت الماء منذ أمس، وهو اليوم الذي قبل يومك، تسميه العرب أمس. هذه الساعة يعني في مثل هذه الساعة، تركته في مثل هذه الساعة من أمس، معناها الماء هذا 24 ساعة يبعد. قالت: عهدي بالماء أمسي هذه الساعة، وفي رواية: يوم وليلة. ونفرنا خلوفا، أو نفرنا خلوف يعني رجالنا متخلفون لطلب الماء، وذهبوا وخلفوا نساءهم وحدهن في الحي. تخبر عن حال قومها: الرجال نفروا في طلب الماء وتركوا أهلهم وقومها من المشركين. قال لها: انطلقي إذن معنا، انطلقي إذن، ما دام لا يوجد ماء وليس الماء إلا معها، انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ، الصابئ الذي خرج من دين إلى آخر، هذا هو تعريف الصابئ. المرأة مشركة، تقول لما قالوا لها: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: الذي يقال له الصابئ. قال: هو الذي تعنين. وهذه عبارة فيها حكمة بالغة، ما قالوا نعم، قالوا: هو الذي تعنين. فانطلقي. فجاء بها، وفي رواية أنها قالت: وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئا حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها
فحدثته بمثل الذي حدثتنا من قضية الماء ورجال الحي، غير أنها حدثته أنها مؤتمة، غير أنها حدثته أنها مؤتمة يعني ذات أيتام. هذا التفصيل الجديد. فمسح في العزلاوين، النبي صلى الله عليه وسلم مسح في العزلاوين، والعزلاوين مثنى عزلاء، والعزلاء فم المزادة الأسفل، فم المزادة السفلي. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواههما، أوكأ يعني ربط أفواههما، وأطلق العزالية جمع عزلاء، وهي فم المزادة الأسفل الذي يخرج منه الماء بكثرة، أغلقه. فهو فرغ من أفواه المزادتين في إناء، ثم أغلق الأفواه وأطلق العزالي، أطلق العزالي، ونودي في الناس أسقوا واستقوا، الذي يريد ما يأخذ من هذا الإناء. فسقى من سقى واستقى من شاء، فسقى من سقى واستقى من شاء. وفي رواية فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، غاية الدهشة، في غاية الدهشة، المرأة قائمة مذهولة تنظر إلى ما يفعل بمائها. وأيم الله، وأيم الله، يحلف الراوي، لقد أقلع عنها، لقد أقلع عنها يعني كف عنها وتركت، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. يخيل إلينا أن هاتين المزادتين مع المرأة أشد امتلاء مما كانت من البداية. وفي رواية وهي تكاد تنض من الملء، يعني تنشق ويخرج منها الماء من شدة الامتلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، مقابل الماء الذي أخذوه، اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة، وهو طحين الحنطة والشعير، طحين الحنطة والشعير وغيرهما، من بين عجوة ودقيقة وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما مما مع أفراد الجيش، فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها، وضعوا الأشياء التي جمعوها فجعلوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، أنت ترين بعينيك أننا ما أنقصنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي سقانا، ولكن الله هو الذي سقانا، هو الذي أسقانا. فأتت أهلها، الحي الذي خرجت منه، أتت أهلها وقد احتبست عنهم، تأخرت هذه الفترة، تأخرت عنهم. قالوا ما حبسك يا فلانة،
ما سبب التأخر؟ ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، حبسني العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، من بين هذه وهذه. رفعتهما إلى السماء الأصبعين الوسطى والسبابة، بين هذه وهذه أسحر الناس. فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، ما بين هذه وهذه. أو الاحتمال الثاني، أو إنه لرسول الله حقا، احتمال إنه ثاني، أو إنه لرسول الله حقا، كما زعموا، لأنهم قالوا إلى رسول الله، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين في الجهاد، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. الصرم هي البيوت المجتمعة المنقطعة عن غيرها، يغيرون على ما حول قوم هذه المشركة هذه المرأة، ولا يصيبون قومها. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا. ظني وعلمي أنهم يتركونكم عن قصد لا عن غفلة منهم، ليسوا بغافلين عنكم. فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. وفي الرواية الأخرى: فأسلمت وأسلموا. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيه فوائد كثيرة جدا للغاية، وهو حديث عظيم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من المعجزات العظيمة التي أجراها الله تعالى على يديه، وفيه فوائد متعددة، فلنشرع في ذكر بعض هذه الفوائد وما يؤخذ من هذا الحديث من الأحكام. راوي هذا الحديث هو عمران بن حسين الخزاعي قاضي البصرة، الذي كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، والذي ثبت أن الملائكة كانت تكلمه كرامة له، والذي قال عنه أهل البصرة إنه كان يرى الحفظة وكانت تكلمه حتى اكتوى، يعني استعمل الكي، لما استعمل الكي ما عادت تكلمه الملائكة. وتوفي 52، وله في البخاري 12 حديثا. يقول رضي الله عنه: كنا في سفر هو خيبر أو الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة أنهم سروا بالليل ووقعوا للنوم، وأن الوقعة كانت في آخر الليل، ولذلك قال في الرواية: ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. وقد جاء في البخاري من حديث أبي قتادة ذكر سبب نزولهم في آخر الليل، وهي أن بعض القوم سألوا ذلك، وقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال: أنا أوقظهم. تكفل بلال بإيقاظهم. فهذه إذن تتمة القصة، أن بعض القوم تعبوا في الطريق فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا، فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخشى عليكم
أن تناموا عن صلاة الفجر إذا نمتم في آخر الليل، ولم يرضى حتى تكفل بلال بإيقاظهم. وهذا قد جاء في حديث أبي قتادة ولفظه: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، لو عرست بنا يعني نزلنا آخر ليل نستريح. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة فيخرج وقت صلاة الفجر ولم نستيقظ. فقال بلال متبرعا وهو مؤذن القوم: أنا أوقظكم، ظنا منه أنه سيكون على حسب المعتاد من عادته الاستيقاظ لأجل الأذان، وكان بلال متعود على الاستيقاظ قبل الأذان. فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. ألقى الله عليهم النوم لحكمة بالغة، ليتتبين أحكام في قضاء الصلاة وماذا يفعل إذا استيقظوا بعد طلوع الشمس. فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ أين الوفاء بقولك أنا أوقظكم؟ وهذا فيه لفتة تربوية بالغة من النبي صلى الله عليه وسلم، ينبه بلالا فيها على اجتناب الدعوة والثقة بالنفس وحسن الظن بها. أين الوفاء بالذي وعدت أنك توقظنا إلى الصلاة؟ أنت وعدتنا ولم تفي. يعني كأنه يقول: أنت وثقت بنفسك أكثر مما ينبغي. كأنه يقول له: إن مظنة المظنة أنك لا تقوم ما دمت متعب ومسافر ونزلت في آخر الليل، فينبغي أنك كنت تراعي أنك ربما لن تقوم لأجل هذه العوامل. وفيه بيان فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان لا يصلح أن يثق بنفسه. ومن العبارات الشائعة عند بعض الناس: تجب الثقة بالنفس، وهذه عبارة غلط. ولذلك يقول الشيخ محمد إبراهيم في فتاويه، وقد سئل عن قولهم تجب الثقة بالنفس، قال: لا تجب بل لا تجوز، لا تجوز الثقة بالنفس، وإنما الثقة بالله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله أن يكله إلى نفسه طرفة عين، لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه ضاع. لكن إذا توكل على الله، إذا توكل على الله استقام أمره. ولذلك بعض الأحيان تجد الشخص يقول: أنا مستعد أفعل، وأنا مستعد أنجز، وأنا مستعد أتكفل بهذا الأمر، وأنا واثق من نفسي. فتراه في كثير من الأحيان يخذل، يخذله الله بسبب اتكاله على نفسه وثقته بنفسه ونسيان وعدم الثقة بالله. نسي أن يتوكل على الله وأن يفوض الأمر إليه، وإنما اعتمد على نفسه واتكل على نفسه فوكل إليها فضاع. ولذلك ينبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المسألة، أن لا يتكل الإنسان على نفسه، وأن الشخص إذا كانت العوامل لا تساعد على النتيجة المطلوبة أن لا يتبرع بشيء يغلب على الظن أنه لا ينجزه، يغلب على الظن أنه لا يفعل، وإنما يقدر الموقف. وفيه كذلك اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم البالغ بصلاة الفجر. لاحظ أنه أبى في البداية أن ينزل الجيش، وأبى أن يناموا في هذا الوقت، وأنه قال لهم: أخاف أن تناموا عن الصلاة. هذا ولم يرضى إلا بعد أن تكفل بلال شخص يحرسهم لأجل الإيقاظ لصلاة الفجر. وفيه أن القوم إذا نزلوا منزلا يجعل لهم شخصا إذا ظنوا أن لا يستيقظوا، أو كان الوضع فيه حرج مثل النوم متعبين ويناموا قبل الفجر بقليل، لابد أن يجعل لهم أحدا يوقظهم. ففيه أخذ الاحتياطات للاستيقاظ لصلاة الفجر، لا كما يفعل كثير من الناس اليوم من تضيع الصلاة. وتراهم الآن في رمضان ربما يسهرون إلى قريب من الفجر، الليل طويل
يسهرون إلى قريب من الفجر ثم ينعس فينام، فلا يصلي الفجر جماعة ولا يصليه حاضرا في وقته فتضيع عليه الصلاة. وبعضهم يهمل في وضع المنبه، وبعضهم يهمل في وصية أهله لإيقاظه، وبعضهم يهمل في النوم مبكرا، وبعضهم يهمل في الأذكار، وبعضهم يهمل في الوضوء قبل النوم. أسباب مجتمعة تؤدي في النهاية إلى عدم الاستيقاظ للصلاة. وربما تعمد بعضهم أن لا يضع شيئا يوقظه، ونصح بعضهم أبا أن يوقظ ولده بصلاة الفجر، قال لا دعه لا توقظه، دعه يأخذ راحته، الجسم متى ما انتهت حاجته من النوم هو يقوم لوحده. يا سلام، هو يقوم لوحده إذا انتهت الحاجة من النوم. طيب كثير الناس لا تنتهي حاجته من النوم، فإذا يجب أن يستيقظ الإنسان لصلاة الفجر ولو كان على حساب راحته، ولو كان على حساب نومه، يجب الاستيقاظ للصلاة. ووضع بلال حارس لأجل الاستيقاظ مثل وضع كافة الاحتياطات من شخص يوقظك، من هاتف، منبه، رش بالماء، يوصي زوجته أن ترشه بالماء لأجل الاستيقاظ، لأهمية الصلاة. وكلما كان الإيمان قويا كلما كانت الاحتياطات المتخذة لاستيقاظ للصلاة قوية، وكلما ضعفت وربما أنها لا تكون موجودة أصلا. فما أيقظنا إلا حر الشمس، واستيقظ أبو بكر، ثم استيقظ فلان وفلان، والرابع عمر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استيقظ. الصحابة لا يريدون إيقاظ النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أنه ربما يوحى إليه في منامه، ويخافون انقطاع الوحي وانقطاع الفائدة إذا أوقظوه، فتركوه حتى يكون هو الذي يقوم. عمر قدر الموقف، رأى ما أصاب الناس من نومهم عن صلاة الصبح، وما في ماء، لا يوجد ماء. وكان عمر رجلا جلدا جليدا قويا، ولا شك أن المجتمع المسلم يحتاج من أمثال هؤلاء الرجال. وكان رفيع الصوت، يخرج صوته من جوفه بقوة، وهذا من معاني كلمة جليدا، لأنه ورد في رواية مسلم رجلا جليدا أجوف، يعني يخرج الصوت من جوفه بقوة. فكبر ورفع صوته بالتكبير. قال العلماء إن استعماله للتكبير سلك فيه طريق الأدب والجمع بين المصلحتين، إحداهما الذكر والأخرى الاستيقاظ، لأنك يمكن أن تذكر توقظ الشخص بأي عبارة، فإذا أوقظته بذكر من الأذكار تكون جمعت بين إيقاظه وبين الذكر، فيكون لك أجران، أجر ذكر الله وأجر إيقاظ للصلاة. ولذلك كبر وعلى صوته بالتكبير، وخص التكبير لأنه دعاء إلى الصلاة، لأن أول عبارة في الأذان الله أكبر، فهو أفضل الدعاء إلى الصلاة التكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ. وهنا قد يقول قائل إننا نعلم أن قلوب الأنبياء لا تنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فما باله هنا قد حصل أنه نام عن الصلاة المكتوبة؟ وقد أجاب العلماء بأجوبة، ومنها أنه كما يعتري الإنسان السهو في اليقظة، يعتري قلبه السهو في اليقظة، هو مستيقظ يسهو قلبه كما حدث في الصلاة، ففي النوم بطريق الأولى قد يحصل له سهو أيضا قلبي وهو في المنام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سهى في الصلاة وهو مستيقظ، ما سهى في الصلاة وهو مستيقظ، سهو بصر ولا سهو القلب؟ سهو القلب، وسلم من ركعتين. إذن من باب أولى أن يحدث له سهو قلبي في المنام، حتى لو كان قلبه لا ينام لكن ليس مبرأ من السهو. فهذا بعض ما قيل، أو هذا جواب ما مما قيل، جواب مما قيل عن هذا الأمر. وفي ذلك فائدة، يعني سهو في ذلك فائدة، لو استيقظ عليه الصلاة والسلام على الوقت في الوقت وصلوا كان بعض الأشياء الفوائد التي حصلت ما عرفناها. فالمجتمع الأول الله سبحانه وتعالى
أجرى فيه أحداثاً وقدر فيه أقداراً لتعرف أحكام، أحكام ما كانت لتعرف لو لم تحصل هذه الأحداث. لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم، وهذا يبين عظم وقع مصيبة فوات وقت الصلاة على الصحابة وشدة محافظة القوم عليها وتحسسهم من فقدها وتأذيهم من ذلك لدرجة أنه اعتبروها مشكلة أذية، شكوا إليه الذي أصابهم، اعتبروها مصيبة، أصابتهم مصيبة فشكوا إليه مصيبتهم التي أصابتهم. وما هي المصيبة؟ خروجه وقت الصلاة. لا كما يكون حالنا اليوم، كما هو حالنا اليوم، ربما تفوتنا الصلوات والصلوات ولا يعتري الإنسان شيء، ربما لم يحدث شيء، يقوم يصلي ولا كأن أصابه شيء، لا مصيبة ولا أقل من المصيبة. ولا شك أن فوات العبادة يؤذي النفس، فوات العبادة يؤذي النفس المستقيمة ويجعل الحرج موجود فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما رأى من وقع المصيبة عليهم، فاتت صلاة الفجر مصيبة، فاتت صلاة الفجر عزاهم وأنسهم، ولما عرض لهم من الأسف والحزن قال لا ضير أو لا يضير، آنسهم بهذا، قالها تأنيسا لقلوبهم، لا حرج عليكم لأنكم لن تتعمدوا. وهنا يكون الفرق بين من نام عن الصلاة وقد اتخذ الأسباب ففاتته وبين من نام عن الصلاة مهملا للأسباب. فالذي ينام عن الصلاة المكتوبة هذا قد ورد عقابه في الحديث. ما هو عقابه؟ حديث البرزخ، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، قوم يعذبون في البرزخ. ما هو عذاب الذي ينام عن الصلاة المكتوبة الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو؟ نعم، يشدخ رأسه بالحجر ويتتبع الحجر ويعود رأسه كما كان، ويشدخ رأسه بالحجر ويعود رأسه كما كان، ويلقى الحجر ويشدخ رأسه بالحجر ويعود رأسه كما كان إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم يبعث الناس من قبورهم. عذاب في البرزخ على الراجح. ما هو؟ من هو هذا الرجل؟ قال الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، يعني يرفض كتاب الله وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا عقوبته. لو واحد قال لك ما عقوبة تفويت الصلاة عمدا، النوم عن الصلاة عمدا، هذا هو عقابه. وهذا يفيد، يبعث الإحساس بالمسؤولية للصلاة، خصوصا عند اليوم أصحاب الأعمال الذين يشتغلون في النوبات، فبعض الأعمال في الشركات والمستشفيات أو الطيران ونحو ذلك نوبات، فيأتي الواحد ربما تنتهي النوبة قبيل الظهر، والواحد وهو سهر أكثر الليل والصباح، فربما ينام ولا يصحو إلا المغرب، وضيع العصر، الظهر والعصر، وربما أيضا انتهى قبل الفجر بقليل وينام وضيع الفجر وهكذا. فإذا لا بد، ليس لهم عذر في أخذ الاحتياط لأجل الصلاة. لا ضيرة، ارتحلوا. ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ما هو السبب؟ لماذا لم يصلوا في نفس المكان؟ لماذا أمر الجيش أن يرتحل؟ قيل إن ذلك بسبب حضور الشيطان في ذلك الموضع الذي كانوا فيه، كما ورد ذلك في صحيح مسلم، إن هذا مكان حضركم فيه الشيطان، قاموا من ذلك المكان الذي حضرهم فيه الشيطان. وجاء عند أبي داود أيضا في حديث المسعود في هذه القصة، تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة،
تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. وطبعا هذا وقد فات وقت الصلاة، فأمرهم بالارتحال من مكان الغفلة، وينشط النائم ويقوم ويلحق الجيش من كان، يلحق بالناس من كان لم يقم بعد، ويتكامل العدد ويجتمعون. فنزل في مكان غير بعيد، ما ذهب أخر واحد. بعض الناس يقول ما دام فاتت وفاتت، ما دام استيقظ الساعة 7، قال ما دام فاتت وفاتت يكمل النوم إلى 10 أو 11 ومع الظهر. فقولهم فاتت وفاتت، ما دام فاتت وفاتت، من جهلهم، لأن الإنسان إذا نام عن الصلاة يجب عليه أن يؤديها حالما يستيقظ، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لا بد إذا استيقظ من النوم يصلي مباشرة، ويجوز أن يتأخر شيئا يسيرا لمصلحة، كأن يكون جماعة فاتتهم الصلاة فيقوم بعضهم فيؤذنون ويصلون السنة وينتظرون بقية أصحابهم لأن يأتوا، أن يقوم النوم ويتوضأوا. فإن الناس في قيامهم من النوم وطهارتهم ليسوا سواء، فبعضهم يقوم بسرعة وبعضهم نومه ثقيل يحتاج فيه بطء، وبعضهم يتطهر بسرعة، وبعضهم يحتاج إلى قضاء حاجة، وبعضهم ربما يطيل في قضاء الحاجة، فليسوا سواء. فحتى يدرك الجميع الجماعة فلا بأس بالتأخر اليسير في مثل هذه الحالة. نزل غير بعيد وصلى، وقيل إنه قد غير المكان تحرزا من العدو، وقيل انتظارا لما ينزل عليه من الوحي، وقيل ليستيقظ من كان نائما وينشط من كان كسلانا. وفيه فائدة التحول من مكان الغفلة، فإذا كان في واد يخرج منه. وقيل أن هذا هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يدري أن الشيطان حضر، لا يدرى أن الشيطان حضر إلا بوحي. فعلى أي حال، فمن حصل له غفلة يغير مكانه. ولذلك ندبنا في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة، إذا الواحد نعس في مكانه، نعس، ماذا يفعل؟ يغير مكانه مع من بجانبه من اليمين أو الشمال، فليتحول إلى مكان صاحبه وليتحول صاحبه مكانه، كما جاء في الحديث. فإذا واحد بجانبك في صلاة الجمعة أشار لك إشارة بتغيير المحل، لا تقل ما له هذا وماذا يريد وأنه في واد آخر، لا، افقه لها، افهم لها كما يقولون، افطن لها، يعني افطن لها أنه يريد أن يغير مكان الغفلة. طبعا مكان الغفلة بالنسبة له، ما هو يعني أنك أنت حطك في الغفلة، لا، مكان الغفلة بالنسبة له هو. فإذا تغير مكانك مع من بجانبك في خطبة الجمعة إذا أشار لك، ويجوز له أن يشير لأجل هذه المصلحة، ولا يتكلم ولا تتكلم ولا تقول ماذا تريد، وإنما تغير مكانك بمكانه. فإذا أمر الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحول مكان لمكان آخر، وأن من حصلت له الغفلة في مكان عبادة، حصلت الغفلة عن عبادة، يتحول إلى ذلك المكان، من ذلك المكان. وأن التأخر اليسير عن صلاة القضاء، صلاة الفجر بعد، عن الصلاة بعد خروج وقتها لأجل انتظار الجماعة مثلا، أو أن ينشط الكسلان ويقوم النائم النعسان وثقيل النوم، أنه لا حرج فيه. توضأ ونودي بالصلاة، وهذا يدل على مشروعية الأذان للفوائت. إذا فاتتك الصلاة يشرع لك الأذان، ومنه يعلم أن الأذان ليس هو الإعلام بدخول الوقت فقط، ولأنه دعوة الناس للصلاة أيضا، في فائدة دعوة الناس للصلاة، وفي فائدة طرد الشيطان، صح ولا لا؟ طرد الشيطان، لأن الشيطان إذا سمع التأذين ولا وله ضراط حتى لا يسمع صوت التأذين، فإذا انتهى الأذان رجع، فإذا أقيمت الصلاة ولا،
لا يطيق الشيطان سماع الأذان ولا الإقامة، فإذا انتهت الإقامة رجع يوسوس بين المرء للمرء يخطر بينه وبين صلاته. فإذا ما حكم الأذان للفائتة؟ مشروع، وإذا قاموا الجماعة ولا في سفر أو في غيره في مكان ناموا قاموا بعد الشمس ما طلعت فإنهم يؤذنون، والأذان مشروع للفائتة. وكذلك في هذا الحديث قوله فصلى بالناس، يؤخذ منه أيضا مشروعية الجماعة للفائتة، يعني لو جماعة فاتتهم صلاة يصلوا جماعة ما في مانع، ولا يقول واحد يجب أن يصلي كل واحد لوحده، لا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتتهم الصلاة قاموا صلى بالناس جماعة وأذان صلوا بالناس جماعة. ووقع كذلك في هذا الحديث قصة الرجل الذي اعتزل القوم ولم يصلي معهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله. فينبغي على الإمام تفطن أحوال المأمومين، وينبغي على الأمير في السفر تفطن أحوال رعيته، أن يتفقد ويتفطن، تفقد أحوال الرعية والتفطن لهم ويسأل عنهم. ورأى هذا الرجل معتزل القوم ما صلى مع القوم، سأله ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فالرجل وضح عذره بقوله أصابتني جنابة ولا ماء، لا يوجد معي ماء للاغتسال. قال عليك بالصعيد. فهنا يتبين أن الإنسان إذا أصابته الجنابة فإنه يتيمم، وأنه لا ترفع الجنابة إلا التيمم. ولذلك لو كان معه ماء يكفي للوضوء فقط وأصابته جنابة، والماء ما يكفي للاغتسال، يكفي للوضوء، كاس يكفي للوضوء، يمسح العضو مسحا مرة واحدة يكفي للوضوء بكأس. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد، لكن ما يكفي للغسل، فهل يتوضأ أو يتيمم؟ الوضوء لا يكفي في رفع الجنابة، ممكن يخفف الجنابة، يعني ممكن يتوضأ ثم يتيمم كما قال بعض أهل العلم، أو يتيمم فقط، لكن الوضوء لوحده لا يكفي لرفع الجنابة. ما يرفع الجنابة عند عدم الماء، عند عدم وجود الماء الكافي للغسل، لا يرفعه إلا التيمم. فإنه يكفيك. إذن من السنة أن لا يصلي، من السنة أن الإنسان إذا عدم الماء ينتقل إلى البدل، وهذه السنة الواجبة. ومشروعية التيمم للجنب واضحة في هذه القصة. والصحابي كان يجهل هذا الحكم، فبينه له النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه التحريض على صلاة الجماعة، لأنه قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ هذا فيه تحريض على صلاة الجماعة، لماذا لم تصلي مع القوم؟ وأن ترك الشخص الصلاة بحضرة الناس عيب. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في آخر المسجد لم يصليا مع القوم، سألهما عن السبب، قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا أتيتما مسجد قوم فوجدتوهما يصليان فصليا معهم ولو كنتم صليتم. فإذا حضر الإنسان مكان فيه ناس مجتمعين للصلاة ما يعتزل، يدعهم يصلون، لأنه يكون في موضع تهمة، يقول ناس ما له لم يصلي، ما له هذا مستهزئ يا ترى جاي يتفرج، ولا ما هو عاجبه الإمام، ما له. فلذلك الإنسان لو كان صلى في مكان وجاء إلى مسجد لسبب، لدرس، لحاجة، فإن وجدهم يصلون يدخل معهم ويصلي وهي له نافلة، ولو كان وقت نهي، لأن الحديث ذاك كان بعد الفجر،
ولو كان بعد الفجر ولو كان بعد العصر يدخل يصلي معهم وهي له نافلة. وكذلك فيه اللطف، اللطف في الاستبيان، فإنه قال يا فلان ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم، بأسلوب السؤال ولم يكن أسلوب توبيخ ولا أسلوب سخرية أو أسلوب تأنيب أو قسوة، وإنما هو أسلوب سؤال لطيف لمعرفة سبب تخلف هذا الرجل عن الصلاة. وكذلك إنكار المنكر بالأسلوب الحسن. وفي هذا الحديث أيضا المشروعية في الأخذ بالأسباب، فإنه قال للصحابيين طلب منهما أن يلتمس الماء، وأن الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل. ومن الناس من يغلو في السبب حتى يجعله كل شيء، يجعل السبب هو كل شيء، عليه الاعتماد والتوكل، وهذا حرام وشرك. ومن الناس في الجانب المقابل من يهمل الأسباب بالكلية ويقول إذا أراد الله أن تتيسر تيسرت، وإذا أراد الله أن تحصل حصلت، ولا يفعل شيء. فهذا إنسان غير عاقل، لأن العقل يقتضي، السليم يقتضي بذل الأسباب. وقد أمرت مريم أن تهز جذع النخلة مع أنها امرأة في نفاس هي أضعف شيء، والنخلة قوية وأمرت بهز النخلة، وكان يمكن أن ينزل عليها الرطب من غير هز، لكن يريد الله أن يعلم عباده الأخذ بما يستطيعون من الأسباب. فأنت خذ بالسبب ولو كان ضعيفا، والله تعالى يأتيك بالنتيجة. فإذا الاعتماد على الأسباب شرك، وإهمال الأسباب جنون، وكلاهما مصادم لمفهوم التوكل الصحيح. أما الغربيون فإنهم يجعلون الأسباب كل شيء، ولذلك تراهم يخططون للأمر غاية التخطيط ولا يتوكلون على الله. ولا شك أن عندهم عقل عندما يتخذون الأسباب، ما في شك، لكن ما عندهم توحيد. هم عندهم عقل وعندهم ذكاء عندما يأخذون بالأسباب، عندما يتخذون هذه الأسباب، لكن ما عندهم توحيد. ولذلك تجد الواحد يصاب بالانهيار إذا ما جاءت النتيجة كما يريد. ليش؟ لأنه ما عنده توكل على الله. والإنسان مهما كانت قوته ومهما كان تخطيطه ومهما كان ذكاؤه وعقله، فإنه في بعض الحالات يصل إلى طريق مسدود، وفي بعض الحالات يشعر ضعفا، وأنه ليست هناك أسباب يمكن أن تفعل، أو أن الأسباب ضعيفة في بعض الأحيان وبعض الأحداث. فلا ينجيه إلا أن يكون موحدا متوكلا على الله تعالى. والطرف الآخر هم بعض الصوفية، الصوفية ومن شابههم من الكسالى، الكسالى مشابهين للصوفية في عدم الأخذ بالأسباب. فتجد الواحد يقول إذا يعني إذا أراد الله أن أنجح نجحت، وهو لا يريد أن يدرس. وبعض الناس يجعلون المشكلة يتركون الأخذ بالأسباب في المجال الدين، في مجال الأمور الدينية الشرعية، يأخذون بالأسباب في الأمور الدنيوية البحتة. فتراه إذا أراد تجارة خطط ودبر وفعل ودرس وفكر وراقب وتابع وحضر وداوم وفعل كل الأسباب. وفي الأمور الشرعية يقول إذا الله أراد أن يهديني اهتديت، إذا الله أراد أن يعلمني تعلمت، إذا الله أراد أن يفقهني تفقات، ولا يأخذ سببا. ولو قلت له أنت الذي تقول هذا الكلام، الذي تقول إذا أراد الله أن يهديني اهتديت، إذا، وهذه حجة كثير من الناس عند النقاش إذا كانوا مقيمين على منكر، يقول إذا ربنا أراد يهدينا اهتدينا. تقول إذا لماذا لا تترك الزواج وإذا أراد الله يأتيك بولد أتاك، لا تتزوج ولا تنكح، وإذا أراد الله أن يأتيك بولد أتاك الولد، سيضحك، سيضحك منك. ولذلك فإنهم يأخذون بالأسباب في الأمور الدنيوية ويتركون الأسباب في الأمور الدينية، ويحتجون بأن الله إذا أراد شيئا لكان.
وهذا هو فعل كثير من عصاة عصرنا. والحديث هذا فيه كذلك أن من تيمم وصلى فإنه لا يحتاج إلى إعادة الصلاة إذا وجد الماء. ولذلك لما وجد الماء ثم أتت المرأة بعد ذلك ما قال يا فلان أعد الصلاة، وإنما أعطاه الماء ليغتسل به فقط لأجل الصلاة التي بعدها ورفع الجنابة. فإذا الإنسان إذا اتخذ الأسباب واتقى الله ما استطاع وفعل ما تيسر يكفيه ولا يحتاج إلى إعادة العبادة. وكذلك في هذا الحديث حسن التعامل مع المرأة الأجنبية، ولذلك ما خلا واحد منهما بها، كان جميعا، وكان التوجيه بالكلام وليس فيه أي ملامسة ولا شبهة. وهذا اللائق بالمسلم إذا وجد امرأة وحيدة منقطعة. وبعض من ركب الشيطان ركبه الشيطان واستحوذ عليه يعتبر الفرصة سانحة غنيمة إذا رأى امرأة لوحدها، امرأة وحدها هذا يعتبر عنده غنيمة. ولذلك فإن الفسق يبلغ به أن ينتهز هذه الفرصة لتحقيق شهوة في نفسه أو انتهاك حرمات الله تعالى. عند وجود امرأة لوحدها هذه غنيمة. وفي هذا الحديث وفي هذا الموضع أيضا حسن التخلص. المرأة لما قالت إلى أين انطلقي، قالوا انطلقي، قالت إلى أين، قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الذي يقال له الصابئ. التخلص الحسن أنهما قالا هو الذي تعنيه، لأنهما لو قالا لا ليس بالصابئ وأنكر عليها خافت وشردت ورفضت أن تأتي معه وفات المقصود، ولو قال نعم وافقاها على الباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس صابئا. فتخلص هذا التخلص الجميل بقولهما هو الذي تعنين، هو الذي تعنين، لا لا ولا نعم. وكذلك فإن أخذ الماء من المرأة يقال فيه إما أنه من باب الضرورة فيجوز أخذ الماء عند الضرورة من الآخر ولو بغير رضا، ثانيا يقال إنها من أهل الشرك، كافرة حربية فمالها حلال لهم، وعلى تقدير أنها من أهل العهد نقول إن ضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره، ثم إنهم قد أعطوها مقابل، أعطوها العوض بعد ذلك، ما راح بلاش أخذوا، مع أنه في الحقيقة ما أخذوا شيئا بمعجزة من الله تعالى. وكذلك في هذا الحديث كما قلنا في البداية معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته عندما حصلت البركة بمشاركة ريقه الطاهر المبارك للماء، فصار الماء كثيرا، كفى 40 رجلا وملأوا الأواني والمرأة ما نقص منها مائها شيء، بل إنه أكثر مما كان، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من نبي أبدا، مهما الآن جاء حصل من الاختراعات لا يمكن يتوصلوا إلى أن يجعلوا قربة ماء تكفي 40 رجل وملء القرب وتكون أكثر مما كانت، ما يمكن. فهذه معجزة لا يمكن أن تقع إلا لنبي، وهذا من آيات التي تقام بها الحجة على المشركين. وذلك المرأة كانت مذهولة وعرفت، قالت أو أنه رسول الله، أو أنه رسول الله، يا ساحر يا رسول، أو أنه رسول الله. وكذلك فيه بيان أن شرب الآدمي والحيوان مصلحة مقدمة على الطهارة،
فلو واحد عنده ماء قليل يكفيه إما للشرب وإما للطهارة، فماذا يقدم؟ الشرب، لأن مصلحة بقائه على قيد الحياة أعلى من مصلحة الطهارة مع موته. ما في إذا مات بعد ذلك فلا يتطهر ولا يتمكن من شيء. فإذا يؤخذ منه، لو كان واحد في الصحراء أو في مكان منقطع ما عنده إلا ماء قليل ما يكفي إلا للشرب، فإنه يتيمم ويجعل هذا الماء للشرب. وكذلك في هذا الحديث تطيب خاطر من أخذ منه شيء، وحسن المعاملة مع الآخرين، وأن الإنسان حتى لو أخذ من شيئا من غيره، من صاحبه بغير إذنه بغير رضاه لأجل الحاجة، فإنه يعوضه. وفيه أن حسن المعاملة يأتي بالنتائج الباهرة، ولذلك المرأة مع أن ما نقص من مائها شيء أعطيت وجمع لها طعام كثير، وضع في ثوب، وضع الثوب على الراحلة التي معها على البعير، ووضع الثوب بين يديها وتنطلق. وكذلك فإن الحديث يدل ما رزقنا من مائك شيئا، يدل على أن جميع الماء الذي أخذوه ليس من مائها، لأنه مما زاده الله وأوجده. وكذلك استدلوا بالحديث على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن منها نجاسة. هذه مشركة ومعها إناء ما يبدو منه نجاسة، ولا رائحة نجاسة، ولا طعم نجاسة، ولا لون نجاسة، إذن يجوز استعماله ما لم يظهر منه نجاسة. وفيه كذلك غاية الفائدة العظيمة البالغة، دعوة المرأة لقومها. وفيه أن المسلمين كانوا يقصدون عدم الإغارة عليها لأجل المعروف الذي حصل منها، مع أنه حصل رغما عنها وأعطيت مقابل، لكن ما كانوا يغيرون عليها على قومها طمعا في إسلامهم بسبب المرأة، أو رعاية للمعروف الذي أدته أو أخذ منها. وفيه أن ترك الهجوم على قوم لمصلحة تؤدي إلى إسلامهم أمر شرعي، وترك بعض الكفار والهجوم على آخرين لعلهم يسلمون وهناك بوادر أمر شرعي. فلذلك ينبغي أن يكون الجهاد في حكمة والهجوم في حكمة. وهذه المرأة بركتها على قومها عظيمة عندما قامت بدعوتهم وذكرتهم بكف المسلمين عنهم، لما قالت إن هؤلاء القوم لا يدعونكم عمدا، يعني إنهم يدعونكم عمدا ليس جهلا ولا نسيانا ولا خوفا، فهل لكم في الإسلام؟ وهذه هي الدعوة، فأطاعوها فدخلوا في الدين. وهذا فيه دليل على أن ربما تكون امرأة معروف المرأة في ضعفها وعجزها، امرأة يكون لها أثر بالغ على الرجال وعلى القوم كلهم وعلى القوم كلهم. وفي زماننا نجد حالات في الواقع من هذا القبيل، أن بعض النساء يرزقها الله تعالى دينا وإخلاصا، فتقوم بدعوة أهل البيت فيتدين أهل البيت على يديها وتكون بركة عليهم. امرأة واحدة ربما تكون سبب في إسلام أو تدين جماعة من الناس، وها مثال هذه المرأة. هذا حي، قوم أعداد أسلموا بسبب المرأة. فإذا المرأة إذا أحسنت تربيتها وأحسن إعدادها جاءت بالنتائج الباهرة. وكذلك يمكن أن تقوم بمسؤولية وأن تحمل مهم الدعوة ومسؤولية الدعوة وتأتي بنتائج عظيمة قد لا يأتي بها بعض الرجال. وكم من زوج انصلحت حاله بسبب زوجته، وكم من أب اهتدى بسبب ابنته، وكم من أخ تدين بسبب أخته. وهذه أشياء مشاهدة في الواقع
تدل على أهمية توجيه الدعوة للنساء، إذ بسبب هدايتهن ربما يحصل هداية البيت بأكمله. ونحن نرى في الواقع دخول الهداية والعلم والدين في بعض البيوت عن طريق النساء، وأن بعض البيوت ربما يفشل الرجال في إدخال شيء إليها عن طريق رجل فيأتي من طريق امرأة، وأن الضعيف ولو كان ضعيفا لكن ربما يجري الله على يديه أو يبارك في جهده بما لا يحصل لمن هو أقوى منه. فإذا لا يصلح أبدا أن نستهين بدور المرأة في البيت، ويعني أن نهين المرأة، أو كما يفعل بعض الناس يقول إذا قال الحذاء أعزك الله يقول المرأة أجلك الله. طيب ليش؟ لماذا يعني يقارنون بين في العبارة بين المرأة والحذاء أو النجاسة؟ فهل هو شيء يتقذر منه أو في ذكره عيب؟ ليس في ذكره عيب. فلذلك ليس من تكريم المرأة وليس من الشريعة أن الإنسان يذكر عبارة تبين أن فيها أنها نجسة أو أنها مستقذرة أو أنها شيء يستحيا من ذكره. كلا والله، فإن فضل النساء على بعض النساء على الرجال كبير، كما هو فضل عائشة وخديجة ومريم وغيرهن من النساء. ثم إنه حتى على المستوى الدنيوي يوجد بعض النساء يحملن بيوتا، فربما يكون من في البيت عاجز عن الكسب من الرجال أو أنه مهمل في القيام بشؤون البيت، ثم هي تعمل وتحمل البيت بأكمله، وربما يدرس الأولاد ويكبر الذكور ويدرس وهي التي تنفق عليهم وتنفق على أبيها وعلى أمها. فلذلك إعداد النساء والقيام بالدعوة في صفوف النساء ومراعاة النساء يكون فيه خير بالغ وأثر كبير في داخل البيوت، بل على مستوى القوم أجمعين كما في هذه القصة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رقم هذا الشريط 11517.